هلا وصلنا لطبعا فقرتنا الاجتماعية مع تعدد وتنوع الضغوطات اللي عم نعيشها في تفاصيل بيومنا، عم يمكن تبرز أهمية تحفيز الذات اللي عم تعتبر الوقود الداخلي اللي نحن بنملكه. أكيد هالشي بحثنا على العمل نحو تحقيق الأهداف وبذل الجهد لتطوير النفس وتحقيق الذات. قديش بحاجة للطاقة الإيجابية نحن؟ كلنا كلنا خاصة بهذا الوقت زينب، بس إذا بدنا نحكي عن التحفيز بشكل خاص اليوم ممكن تكون دوافعه مختلفة من الدوافع الداخلية. يعني كل شخص فينا عنده دوافع يمكن ما يحقق هدف معين ويوصل لغاية معينة، وممكن يكون الدافع خارجي، إما طبعا لحتى ياخد جائزة معينة أو يحقق تميز بمكان ما. طبعا دوافع بتختلف وطرق تحفيز الذات بتختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى. رح نحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع مع دكتور لبنى بشارة، خبيرة في مجال التنمية البشرية. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي لبنى. صباح التفاؤل وهيك نهار خفيف من الضغوط إن شاء الله للجميع. أكيد إن شاء الله. يعني عم نحكي عن تحفيز الذات، هلأ كل العالم بحاجة لتحفيز الذات، يعني شوية بتحسي ضغوطات الحياة أثرت عليهم، فنحن كيف فينا أول شيء نوضح مفهوم تحفيز الذات بعدين نحكي كيف نحفز؟ تماما. أول شيء التحفيز هو مهم بكل الأوقات، هو الطاقة الإيجابية اللي بنشحن ذاتنا فيها، إما بالمشاعر أو بالأفكار اللي بتنعكس على سلوكنا، بعد ما تنعكس على سلوكنا بدها تنعكس على واقعنا، على حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، فإذا هو بده ينعكس على كل شيء بالنهاية، فلذلك هو مهم. لكن إيمت بتكون أهميته كبيرة؟ هل في الظروف العادية الطبيعية اللي بيكون ممكن الشخص فايت فيها بمرحلة تكاسل أو تراخي أو تباطؤ يعني، ولا بالمرحلة اللي فيها ضغوط؟ هلا أنا من وجهة نظري أكيد بالمرحلة اللي فيها ضغوط خارجية، لأنه بيكون الضغوط الخارجية بتأثر على شريحة كبيرة من المجتمع، فنحن ما لازم نفقد هي الطاقات الموجودة بالشريحة الكبيرة بالمجتمع. لذلك بظل الضغوط المعاشة الحالية موضوع التحفيز كتير مهم، سواء كان داخلي ذاتي أو من المحيط، من المحيطين فينا. فإذا هو شحن الذات بطاقة إيجابية، إما بالأفكار أو بالأسلوب أو بالمشاعر لا تنعكس على سلوكنا. نعم. طيب إذا بدنا نحكي اليوم بشكل واقعي، خلينا نقول لما شخص، يمكن أي شخص فينا يمكن بلاقي كل شيء في عقبة اليوم، إذا بدنا نجيب خبز في عقبة، إذا بدنا نجيب بنزين في عقبة، الكهرباء عم تنقطع، الأسعار كتير غالية، فهون يعني خلينا نكون كتير واقعيين، كيف بنقدر نتجاوز هذا الأمر عقبة عقبة؟ يعني الواحد ممكن أول النهار يقول يلا معلش ما بدي أنزع صباحي، بعد شوي خليني مرقة، بس بيوصل لآخر النهار بصير في حالة إرهاق حقيقية اليوم من هذا الواقع ومن هي الضغوطات، كيف فينا نتجاوز هذا الكم من الضغوطات ونحن شوي هيك مرتاحين؟ هو فعليا تماما مثل ما ذكرتي انه عم بيصير في عنا استنزاف للطاقة بنهاية او حتى بمنتصف اليوم، يعني مو بنهايته، من كم الضغوط اللي عم بتكون محيطة فينا. هلا الضغوط، بس لا احكي شوي شغلة صغيرة عنها، انه هي عكس تماما التحفيز. الضغوط هي الطاقة السلبية المتولدة من استجابتنا لظروف خارجية سلبية، فإذا هي كمان رح تنعكس على مشاعرنا وأفكارنا وسلوكنا، ففعليا هي تماما عكس التحفيز. فلنشوف كيف بدنا نخرج من مرحلة نقيض إلى نقيض الآخر. أول شيء بده يكون في عنا مرحلة وسطية، هي مرحلة الحياد، لنكون بس في مرحلة توازن، بعدين بنطلع من مرحلة التوازن لمرحلة الانطلاق لنقول أو التحفيز الإيجابي للتطوير. فمعناته هلأ نحن لنقول بمرحلة تحت الحيادي، يعني هي المرحلة السلبية المعاشة بالضغوط، بدنا نطلع منها لنقدر نعيش بالتحفيز بحالة استقرار وقدرة على الاستمرارية بالحياة. تمام. فإذا هون الهدف من التحفيز هو الاستمرارية بالحياة والقدرة على ممارسة نشاطاتنا بس فقط الطبيعية، ما بدنا نقول تطوير إبداع، لا بدنا نكمل النهار. تماما تماما. أما الحالة الثانية هي يا أما بتجي مرحلة ثانية، يا أما إذا نحن بظروف طبيعية ننتقل بموضوع التحفيز من الوضع الطبيعي إلى الحالة الأفضل، تطور إبداع تميز كل هاي الأمور. تمام. هلا فالحالة الأولى اللي هي الأسوأ لنقول، في عنا مجموعة معطيات. أولا في عناصر عند الشخص، لازم عند أي شخص لازم تتوفر ليقدر هو يشتغل على نفسه تحفيز ذاتي. العناصر هي القدرة والرغبة والجهد. رح أحكي مثال بسيط كتير واضح بيعبر عن ثلاثة. إذا أنا بدي أروح على السوق مثلا أشتري غراض، فأنا لازم يكون عندي القدرة، يعني الإمكانيات المادية
المال، لازم يكون عندي الرغبة بالغرض اللي بدي اشتري، ولا ما بشتري لو كان معي سعره. وثالثا الجهد، يعني الوقت والجهد اللي انا بدي اروح في هذا المواصلات واصرف وقت لحتى اجيب هذا الغرض. نفس الشيء التحفيز بده قدرة، انا يكون عندي مؤهلات لأطلع من حالة اليأس او القلق او الضغوطات السلبية اللي عايشة، وعندي رغبة لعيش افضل، وعندي جهد انا لازم ادمه لاعمل هذا الشيء. فاذا موضوع الجهد نحن بننساه، انه انا لازم ابذل جهد لاحصل على اي موضوع حتى لو كان تحفيز. هلا ما عم بحكي على الامور الثانيه لانه عم نبذل جهود كثيره سواء بالعمل او تحقيق المتطلبات. فاذا هي هي عناصر التحفيز الثلاثه لازم تكون. نعم، يعني هلا تحفيز الذات يختلف ايضا مثل ما قلتي بالمقدمه حسب. خلينا نبداهم خطوه بخطوه. تحفيز الذات بالنسبه للعمل كيف راح يكون؟ بدايه في عنا بيئة عمل إما هي سلبية أو أنا بكون الشخص السلبي، فأنا بدي يكون أولاً مدرك للواقع اللي موجود فيه. هل أنا اللي لوحدي هيك سلبي وضعي وهيك أفكاري والباقي عايشين طبيعي، ولا لا أنا أتشابه مع البقية؟ لأنه فكرة التشابه بتخفف من الضغط النفسي. فغالباً رح نقول كونه في نحن بنعرف في فساد بينتشر بحالة الأزمات، فلنقول البيئة هي السلبية والشخص عم بيحاول يتأقلم. فبداية إذا كان بعمل، أولاً بده يشوف هل هو محقق ذاته بهذا العمل؟ أكيد لا، كونه هو عنده شعور سلبي. طيب شو هي المزايا اللي عم يحصل منها من هذا العمل؟ هل إذا انتقل، فإذا هون بده يحط ذاته أمام استفسارات، واستفسارات بدها تكون واقعية ومنطقية. هل إذا انتقل إلى مكان آخر رح يلاقي ظروف أفضل؟ طب إذا رح ينتقل لمكان تاني وظروف مو أفضل، معناته نفس ما في داعي، ما في داعي ينتقل. فإذا هي المحاكمة العقلية اللي لازم يعملها الشخص هي مقدمة لأي شعور أو تصرف سلوك أو فكرة. تمام. فإذا هو لازم يكون عم يدرس الواقع المحيط فيه إذا كنا عم نحكي على عمل. لكن لنحكي شوي أوسع على الحياة، لأنه بيجوز مو كل الموظفين، وفي ستات بيوت وعم بيعانوا من ضغوط الحياة. صحيح. طيب أول شيء بدنا نخرج من مرحلة القلق اللي عم بتولدها هي الضغوط، لأنه القلق ما بيخليني أعرف فكر بطريقة صحيحة. صحيح. فلا أخرج من مرحلة القلق في عندي مجموعة معطيات لازم أعملها بعدها ببلش بالتحفيز نحو هدف معين. فإذا في عندي مرحلة تمهيدية بحالة الضغوط. شو هي هي المرحلة التمهيدية؟ شو إجراءاتها أو مراحلها؟ أولاً لازم أجلس مع أشخاص إيجابيين. ليش؟ لخفف هذا التوتر. ثانياً لازم فوت على أمور، أعمل مواقف وأمور فيها بعض التسلية، بعض الترفيه. يعني ممكن أحضر مقاطع فيديو كوميدية. هي رغم بساطتها ونحن بجوز ما نحس بأهميتها إلا هي، لأنها كتير بتأثر على النفسية. ومننسى حالنا أوقات ومنحضر مسلسل بجوز ساعة هو كوميدي وبدون ما ننتبه، فبيكون قطع لنا هي مرحلة القلق شوي. بعدها ممكن نجتمع مع أشخاص من أيام الطفولة، لأنه دائما الذكريات القديمة هي الأجمل والأنقى واللي فيها أمور حلوة، دائما الواحد بيتذكر المواقف الجميلة. فإذا هي تفاصيل صغيرة نحن ممكن نعملها لحتى نخفف من مرحلة القلق. تمام. بعدين بدنا ننتقل من لموضوع بقى مهم هون أكثر جدية، اللي هو تخفيف من التفكير بالمشكلة كشعور سلبي. لكن هي المشكلة موجودة ما بقدر أتجاوزها، بينما انتقل من هديك الحالة التفكير فيها بشعور سلبي إلى التفكير فيها لفكر كحلول، إنه أنا شو ممكن أعمل؟ طب إذا ضليتني قاعد ومهموم وزعلان أكيد ما رح تنحل. بعدين لازم أقول بعض العبارات المهمة اللي هي بتحفزني أنا أو حتى أصدقائي أو أفراد عائلتي، إنه أنا أستحق الأفضل. الحياة مستمرة، يعني إذا أنا كنت مهموم أو مكتئب الحياة مستمرة فيني وبلاي وبكل حالاتي، فليش ما أنا أكون بحالة أفضل؟ طيب الظرف سيء، أنا بعمل مثل ما قلنا بوصل لنص نهار أو نهايته مستنفذ الطاقة، أنا بعمل فترات استراحة برجع بشحن طاقتي فيها، اللي هي يا أما بحكي تليفون مع حدا عزيز علي، يا أما بقعد جلسة مع أصدقائي بنهاية العمل بس الأصدقاء المقربين، يا أما برجع بنام.
بجوز انه حالة النوم تنسي الواحد الضغط الجسدي اللي مرق فيه خلال النهار. فاذا في عندنا بعض الامور اللي نحن لازم نعملها هي لنخرج فقط من مرحلة القلق ونبلش بمرحلة التفكير الواعي، هي بس بداية. اما لو عم نحكي تحفيز بدون ضغوط معاشة كنا منبلش من هلا، بعد هي المراحل اللي ذكرتها كلها بنكون قاطعينها. تمام. هلا بعدها شو بقول؟ انا اذا كنت طالب شو هدفي؟ يعني انا لازم بقول لازم انجح، لازم اتفوق، لازم طور كمان، ما بكفي انه نحن بس لاني طالب بدي ادرس، لازم طور مهاراتي ببعض الامور مثل برامج على الكمبيوتر يعني اوفيس او غيرها. اذا كنت طالب جامعه لا بطور مهاراتي بامور بتفيدني بالعمل، يعني بتفتح لي مجالات بسوق العمل، حتى ممكن طبعا بيكون هدفي كمان النجاح بالجامعه. كمان ممكن اشتغل كتدريب متدرب بشركه ما لاكتسب خبره مشان اعرف حالي بعد ما اتخرج انا في مكان ممكن يستقبلني. حتى لو عملت تدريب مجاني لفتره معينه سنه لنقول، الا انا الا اني بكون عم بكتسب كاني عم بدفع اجر للخبره اللي عم بكتسبها بهي السنه اللي هي ممكن تفتح لي بوابات باماكن عمل ثانيه. تمام. فاذا كل شيء حكيناه لازم يكون في للتحفيز هدف. فانا شو هدفي بحدده، لو كان بسيط اني انا ضلني مستمر مع عائلتي بنفسيه متوازنه، فانا لضلني بنفسيه هذا هدف بظل هاي الظروف. شو لازم اعمل؟ بقعد جلسات ما بنحكي فيها عن المشكلات، بجوز نتذكر امور جميله مرينا فيها قبل، نطلع مشوار بدون تكاليف عاليه لانه هلا بهي الظروف ممكن تكون عقبه قدام كثير من العائلات، فنطلع مشوار ممكن نتمشى، ممكن على حديقه، ممكن على عند احد اقاربنا. فهي الامور البسيطه اللي نحن المتاحه. فاذا نحن لازم نستثمر الموارد والامكانات الموجوده عندنا وهي البسيطه لنقدر نعمل حاله متوازنه بحياتنا. نحن حاليا نسعى الى التوازن والصحه النفسيه. اكيد هذا الشيء قد ايه صعب اليوم بهذا يعني الوقت، ما انه مستحيل اكيد، بس هو جهد، بده جهد مضاعف. هذا الجهد يمكن دكتوره بيختلف من شخص لتاني، يمكن قدره زينب على التحمل تختلف عن قدرتي معالجتها للموضوع، تختلف عن معالجتي انا كمان للموضوع. قد ايه هذا الشيء اليوم بيدخل بحيز يمكن تحفيز الذات بطريقه ايجابيه، وكيف الشخص ممكن يطور ادواته لحتى يقدر يتعايش ويتوازن بهي الظروف؟ بالبدايه بده بكل تاكيد في فروقات فرديه بين شخص واخر، لكن انا اذا حسيت انه في الشخص الاخر اللي هو ظروفه مشابهه نوعا ما لظروفي هو قادر يتطور اكثر او يعني متاقلم اكثر، فانا ممكن استفيد من ممارساته. فانا لما استفيد من ممارساته كثير بدعم نفسي، بدعم نفسي بالعالم الموجودين المحيطين فيني، فاذا انا بحاجه الى الدعم الاجتماعي. حتى لو ما انا قعدت مع ناس ايجابيين لاستفيد، انا ممكن اطلب صراحة الدعم منهم. تمام. إذا كانوا هنن أصدقاء حقيقيين. هلأ هذا عادة بيصير أكثر مع الأهل، لأنه دائما العائلة هي البيئة الحاضنة والداعمة بشكل أكبر، وخاصة إذا أسرة مع أطفال يعني يا أطفال أو شباب، فبيكون هذا الدعم بشكل أوضح وأكبر. نقطة ثانية، ممكن نحن نوزع المهام، يعني كونه هلأ العائلة كلها عايشة بنفس الضغوط، مو شاب مثلا ما عم بيلاقي عمل، لا العائلة كلها في عندها كل الضغوط متشابهة، فممكن نحن نشتغل على موضوع توزيع المهام، ما يكون كل شيء محمل على الأب أو كل شيء محمل على الابن الأكبر الشاب، فنوزع هاي المهام إما بالجهد أو بالمال اللي هو بيقدر يقدم ماله ويكون عم بيشتغل، أو بالوقت، هذا كله بيتم توزيعه مشان نحافظ على بقائنا مع بعض. نعم. خلينا نحكي لك عن هيك نصائح بتعطيها لكل حدا يمكن شوي حس طاقته قلت، لكل حدا ما قدران يمكن يكمل يومه، فعطينا هيك نصائح لتحفيز الذات. بالبداية بدي أقول إنه نحن كلنا عايشين بظرف مانو مستقر حاليا، ظرف فيه مجموعة كتير كبيرة من الضغوط، فإذا تشابهنا كلنا بهي الظروف فمعناته وشفنا ناس قادرة تستمر، فلازم نحن نتمسك بهدول الأشخاص لنتعلم منهم لنعرف أنه في عالم قادرة على البقاء. بدنا نتذكر أنه نحن نستحق الحياة، نحن ولدنا لنحيا، يعني فلتكن الحياة أقل ما يمكن بأبسط المعطيات متاحة. هلأ
في اللي بدي أكد عليه إنه في أمور خارجة عن طاقتنا، مو إنه أنا ما جاي عبالي اشتغل، لا، ما في شغل، ما في فرص عمل متاحة قليلة، أو ما في ظروف اقتصادية جيدة. هذا مو بإيدنا نحن نغير الظرف الاقتصادي، لكن بدنا نفكر بطريقة واعية، نعيد ترتيب أولوياتنا بالحياة، نكون ببيئة حاضنة داعمة اجتماعية. هي أهم المعطيات اللي نحن بموضوع التحفيز الذاتي لازم نركز عليها لنقدر نستمر. هلأ بعض الحالات المميزة بتقدر تبدع أو تنجح، بيكون عندها معطيات مختلفة بجوز، أو قدرة أكبر على التحمل، خليها هي حالات استثنائية. الوضع الطبيعي نحن لازم نستمر، نحن نستحق الحياة. أكيد يعني يا دكتورة، هي الكلمات يلي كتير فعلا بتأثر وبتترك طابع إيجابي وأثر إيجابي عند الأشخاص. من خلال تجربتك دكتورة، قد قدرتي يمكن اليوم تحفزي بعض الأشخاص يلي مثل ما بنقول بالعامية طاقتهم خلصت، تعبوا، يمكن مشاكل الحياة وظروفها أثرت عليهم بشكل كتير كبير وفعلا استنفذت هي الطاقة، كيف تقدري أنت تشوفي أثرك عليهم اليوم؟ هلا انا كثير بنبسط بالموظفين كانوا عندي وبشوفهم هلا بافضل حالاتهم، ما عادوا هلا عندي. لحد الان نحن بنتواصل وبتشكروني على الدعم اللي قدمت لهم اياه. هلا بجوز انا ما كنت حاسه اني انا عم بدعمهم بصراحه، كنت عم بتعامل بشكل طبيعي بشكل انساني. وفي حاله كثير مهمه سواء بالعمل او بالحياه هي العداله حتى بالتحفيز. يعني انا لما بحفز شخص وبكافئه على عمله فلازم تكون في عدالة بهذا الموضوع. ما في مو مساواة، لأنه الجهد المبذول مختلف. فحتى في إذا في معنى وقت صغير، في مثال هو علمي تم تجربته على القرود، اللي حطوا القرد الأول بقفص والثاني بقفص ثاني جوات نفس الغرفة شايفين بعضهم. فقدموا للأول قطعة وقال له الشخص رجع لي إياها، فرجع له اياها القرد، اعطاه مكافأة خيارة، انبسط فيها وكيف. هذا موضوع التحفيز، انا عم حفزه لهو يسمع كلمتي يرجع لي اياه كل ما اعطيته. قدمته للقفص الثاني واعطيه، رجع لي اياه، طلبت منه يعيده، رجع لي الغرض، فاعطيته مكافأة موزة. بالنسبة للقرد الموزة اهم شيء. فالقرد الأول حس بعدم عدالة، أنا ليش عطيتني خيارة مع أنه كان سعيد جدا فيها. فإذا هون فكرة العدالة حتى عند الحيوانات هي كتير موضوع مهم، بتحسسه بالرضا. الرضا بحسسنا بالانتماء، الانتماء بالمسؤولية، بأداء أفضل. كل هاي الأمور عم تنعكس على بعضها. عادوا التجربة مرة تانية، فالقرد الأول ما أكل الخيارة وانبسط فيها كتير، انتظر ليشوف شو بده ياخذ الثاني مكافأة إذا نفذ ما طلب منه، فلقى أنه أخذ موزة. كمان صار في ظلم مرة تانية، عادوا التجربة مرة ثالثة، قام اجى القرد الأول رمى الخيارة، رمى الغرض للباحث انه انا ما عاد بدي مكافأتك. فإذا حتى المكافأة اللي بنحصل عليها بعد التحفيز هي مهمة كتير. تماما مهمة، ولازم تكون متوازنة بيننا وبين الآخرين، وإلا ما منعود ننبسط فيها، بتصير تحفيز سلبي. هون نحن حفزنا القرد على انه عدم الاستجابه لاحقا لنا وعدم الخضوع لاوامرنا. فاذا هون صار تحفيز سلبي اللي هو خلى الاخر لا يستجيب. وهي نفس الشيء بتصير بالعمل لما توزع المكافآت، هو لازم تحفيز يكون، لما توزع بعدم عداله بصير في أكيد. يعني دكتورة حاولنا قدر الإمكان أنه اليوم نشحذ طاقات كل الناس ونكون إيجابيين قدر الإمكان، ورغم هي الظروف الصعبة مثل ما قلنا دكتورة لازم نحن نشجع حالنا ونحاول دائما نوصل لكل الشيء اللي بنطمح له وبدنا إياه. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم، وبتمنى لكم نهار مليء بالتفاؤل. وإلك كمان. شكرا لك كمان لكل المعلومات وهالطاقة الإيجابية اللي عطيتينا إياها. شكرا لك دكتورة.